السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة الدار والكوتشينة. إذا كنت الأول مرة تشاهد فيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء بجهات توقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشارة البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم، فمرحبا بكم معنا. نعتذر عن الانقطاع المطول ده، إذا لاحظتم شوية تعب في صوتي فأنا مريت بعملية جراحية ودلوقتي أسترد في صحتي يعني بشويش كده. إن شاء الله أتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى. والنهاردة حسب طلب المشتركين الأعزاء عندنا فال البنت البيضاء باستعمال الكوتشينة. نبدأ على بركة الله. نعتذر عن الجيران، انتم متعودين. نعتذر. يلا، عندنا النهاردة فال البنت البيضاء حياتها في جميع الميادين، هيكون في ان شاء الله خير للجميع. يلا ركزوا، أخذت طاقتكم من التعليقات اللي سبتوها وأشكر كل واحد دعا لي بالشفاء. نبدأ على بركة الله. قلبك وعقلك وما أعطاه لك الله سبحانه وتعالى، قلبك وعقلك وما أعطاه لك الله سبحانه وتعالى، قلبك وعقلك وما أعطاه لك الله سبحانه وتعالى. قلبك، قلبك على أمنية غالية على قلبك عاوزة تتحققيها. مريتي أو بتمر بألام وبدموع، عاوزة تفرحي، عاوزة تغيري مكان إقامة أو مكان عمل، بتفكري كتير في الرجل الحنطي أو الأسمر. عقلك، عقلك حيرانة كتير في حاجة موقفة حالك، معطلة حالك، يا إما عاوزة تنزعي سحر ما عندكش فلوس عشان تنزعيه، يا إما أنت مؤخرا بدأتي تاخدي قرارات على أنك تغيري الحاجات اللي واقفة في طريقك مش مخلياك توصلي اللي أنت عاوزاه. اللي هيديهولك ربنا سبحانه وتعالى، لا، حاجات كويسة إن شاء الله. هيجيلك إرث أو مبلغ من المال إن شاء الله عن قريب، بعد نقطتين كده ربنا هيوقف في طريقك امرأة سمراء أو حنطية ورجل حنطي اللي هم منفصلين عندكم رجوع مع الحنطي. في جواز ان شاء الله، وفي ترسيم علاقة، وفي خبر في رجوع حد من الماضي. نشوف دلوقتي فالكم عامة دموع. البعض منكم بيعاني من عدم الخلفة او عدم الجواز، ربما توفى لي البعض منكم صبي بنت او صبي صغير، عانيتوا كتير وحاسين نفسكم يعني تعبانين وعندكم أرق، شايفين الفرحة بعيدة عنكم كتير. يعني دلوقتي نقدر نقول يعني عينيكم نشفت من الدموع من كثر يعني البكاء اللي بكيتوه سابقا وبتبكوه دلوقتي. فقدتم الأمل على إنه حياتكم هتتحسن وهتتغير. أهو أنتم في وسط القراءة، واقف عليكم باب الانسداد، كل حاجة في حياتكم مسدودة. هنا ربط سحر، باب انسداد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده راح يعني خسرتم فلوس كتير، وخاصة فلوس فيما يخص يا إما سكن يا إما إرث أخذ منكم. أنا بقرأ الكروت الكوتشينة بالطريقة الغجرية الصحيحة الأولى، مش زي ما بيعملوا البعض منهم، أعوذ بالله من كلمة أنا. أوكي، شوفوا كده خط القراءة في الوسط. أنت فيه، واقف عليك باب الانسداد، سحر، ربط. مفيش حاجة تدخل حياتك وتفرحي بتفرحي بيها، لا، كل ما تدخل حاجة كويسة تبتعد عنك الحاجة دي كلها. دمعتك على خدك، تبكي وتفكري كتير في ماضي، ماضي ألمك كتير، ماضي فيما يخص علاقة مع أهلك، حاضر اللي هو سايبك كده لوحدك، مفيش حد معاكي، حاسة نفسك حتى ولو كنتم البعض منكم عندكم أهل حاسين نفسكم يتامى، ما عندكمش أهل مساندينكم، ما عندكمش حد واقف معاكم. غالبا هنا البنت البيضاء سلب منك حقك في الميراث أو أخذ منك رجل، يا إما حنطي
يا إما أسمر خدع، يعني خدعك فيما يخص مبلغ من المال، يا إما ساعدتيه في شراء عربية، يا إما أخذ فلوسك واشترى قطعة أرض أو اشترى مسكن، وهو دلوقتي بعيد عنك منفصل عليكي. بتعاني من عكوسات كتيرة. شوفي هنا السحر اللي عندك ده جاي في خطك، باب الانسداد، كارت الموت، وهنا فيه الصبي اللي في بطن أمه زي ما نشوف كده هنا، وهنا الدموع، وهنا المرض. إذا كانت والدتك حية ربنا يطول في عمرها، اسأليها وقت ما كانت حامل بيكي هل مرضت وقت الحمل أو بعد ما، يعني وقت الولادة بتاعتك، أو أنت كنت حامل أو أجهضتي أو توفى لك طفل، أو مريتي مرحلة صعبة في وقت الحمل. في الوقت المرحلة دي عمل لك السحر ده اللي مأثر على حياتك ومش مخليكي يعني لترسمي حياة، يعني ترسمي علاقة انت فيها او تكملي في العلاقة اللي انت فيها بطريقة احسن. غالبا السحر ده اللي اتعمل ودفن في مقبرة، والمقبرة دي مهجورة، يعني مفيش حد يروح لها، اللي هي منفصلة مع الرجل الحنطي. للأسف هو دلوقتي يعني بدور وشه عليك، مش عاوز يتكلم معاك لأنه أخذ منك حاجات مش عاوز يردها لك. الرجل الحنطي ده يستعمل السحر بإيده، هو كمان يستعمل السحر بإيده. خدعك في الأول مع امرأة سمراء البشرة، يعني هو دايما كده يعني يدخل في علاقات ويخرج من علاقات عشان يستفيد ماديا من الستات اللي هو في علاقة معهم. الرجل الأبيض اللي هو أكبر منك سنا دلوقتي بيفكر على إنه يرجع، وعن قريب إن شاء الله هيوصل أو يرسلك برسالة أو يبعتلك هدية أو يبعتلك مبلغ من المال. ربما أنت مستنية مبلغ من المال، هيجيلك المبلغ ده إن شاء الله. اللي هي منفصلة مع الرجل الأسمر، هو راجع إن شاء الله، راجع وهيكون عاوز يرسم علاقته معاكي. يا إما أنتم مطلقين هيرجعك، يا إما أنتم في علاقة وانفصلتم وحيرجع إن شاء الله عشان يرسم علاقته معاكي. استغفر الله. غالبا البعض منكم الرجل الحنطي الأسمر أو الحنطي ده يا إما متجوز، يا إما عنده عشيقة أو واحدة من الأهل، أمه أو أخته، واقفله في طريقه عشان ما يجيش يرسم علاقته معاكي. في إيه كمان؟ وقت العلاج بتاعك في بوابة علاج تتفتح وتنغلق. انت بقالك دلوقتي 4 أسابيع على بال ما تنغلق البوابة العلاج بتاعك. اذا سمعتي بوفاة شاب او شابة مؤخرا، سواء حد من العيلة، حد من الجيران، حد من الاقارب، حد بتعرفوه، او حتى معلومة سمعتيها على النت او على التلفزيون بوفاة شاب او شابة، يا إما قتل يا إما حادث، الخبر ده بيؤكد إنه فاضل على العلاج يعني المدة اللي فاضله عشان تتعالجي 4 شهور. إذا انغلقت بوابة العلاج دي في بعد ال4 شهور دي هتقعد 17 سنة على بال ما تتفتح مرة تانية وتقدري تعالجي نفسك بيها. أنا لما قلت تعالجي نفسك بيها يعني تقصدي معالج يعالجك، مفيش حد مريض يروح يعالج نفسه بنفسه، الطبيب هو اللي بيعالج المريض، فالمسحور هو المعالج اللي هو بيعالجه. جربتوا معظمكم وصفات على النت مفيش حاجة اتغيرت عندكم للأسف. في ايه كمان؟ اللي هي عاوزة تسافر، عندك ورقة سفر هتجيلك عن قريب ان شاء الله، عندك سفر عن قريب. العمل كذلك عندك عمل، لكن في يا اما العمل ده هيجيلك من شركة ملتي ناسيونال يعني متعددة الجنسيات، يا إما هتشتغلي هتجيلك وظيفة في شركة بعيدة عن المكان اللي انت بتسكني فيه، والشركة دي موجودة قرب بركة ماء أو قرب شاطئ بحر كده إن شاء الله. اللي كانوا بيدرسوا عندكم نجاح 75% منكم إن شاء الله. ده كل اللي شفناه هنا ان شاء الله في القراءة دي. هنعمل فيديو اخر للحنطية والبنت السمراء في فيديوهات اخرى. شكرا لتتبعكم ولإصغائكم، والى الملتقى، مع السلامة.